عامل يا حاج عدوي؟ تعيش يا سعيد. الحاج عدوي ابو الخير طول عمره، ربنا يزيده. فاكرين يا حاج عدوي دايما عامل كده؟ تعيش يا بيه. كان نفسنا القعده تكمل بوجود المعلم ضرغام يا حاج عدوي. حد الله، ده راجل مش ماشي مظبوط. دي يا حاج، هو الراجل عمل ايه؟ انا ياما نصحته لكن الظاهر مفيش فايده. وعلى راي المثل، نهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، ودي الكلب عمره ما ينعدل حتى لو علقوا فيه قال. ياه، انت باين عليك زعلان منه قوي يا حاج عدم. انا ابدا مش عشان حاجه، ده بس عشان خاطر نسوانه الاثنين وعياله السته. ولا حد. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله، دي اللحمه طلعت مطرح ما يسري يمر يا جماعه. لا سلام على طعام. الاكل هنا ما قلناش حاجه، اخر علاقه. لكن الشيشه على القهوه والنخدك على سهوه بقى اسمه كلام ولا جلال. مسافه ما اروح مشوار وارجع الاقيك ساعد الزباين على القهوه وجايبهم على العزومه. ما اصل يا معلم معلم يا معلم معلم يموت الحمار ولا يتعلم. الجر الجر خبر ايه يا معلم بيوم؟ ما تقعد يا راجل. احلى مسد على القوت فل ومرشوش على عيون الحمام. اهلا بالراجل الامير. اهلا بيك انت يا ابو القمر. اهلا يا سعاده المامون. منور حر الظابط. اهلا وسهلا. اقول لي يا بيوم، استنى انت يا حاج عدوي، ايه رايك يا راجل يا طيب لو نعمل قعده صلح بين الحاج عدوي وضرغام؟ اعوذ بالله، اللهم اجعل كلامنا خفيف عليه. ضرغام ده راجل امي. لا، عدم المؤاخذه مش ام، انا جاهل يعني. راجل جاهل وعايز الناس كلها تفضل جاهله لاجل ما يطيح فيها. طب انا اهو على يدكم قلبت نص القهوه كتاب لاجل ما اشيل الجهل من دماغ الناس. ما دي حاجه كلنا شكرناك عليها يا معلم. لا الشكر على واجب حظابط لو ايه. وبكره باذن الله الفيديون جاي. عدم المؤاخذه حته فيديون قد كده علشان العلام يبقى بالودن والعين والورق ولا مؤاخذه السيمه. لا ده انت على كده واخد الحكايه جد يا بيوم. بالك لو العلم دي كلها بلا افيه الجهل انشال من دماغها هتعرف تعيش وتعيش غيرها. وكما قيل قال بالعلم تعيش في النور والجهل يخليك. عدم المؤاخذه ولا بلاش. عارف لو كل واحد عمل زيك كده يا معلم بيومي الخير هيعم على البلد كلها والناس مخها هيتفتح. وانت بقى بيومي عليك تقوم بالمهمه دي. بس درغام بلا أفية لازم الأول يحس بالغلطة اللي غلطها في حق الحاج عدم. هو عشان طلب صابرين للجواز؟ أو خد اللي يكفيه؟ لا، درغام لازم يتربى. واللي ما ربهوش أهله تربيه الأيام والليالي. يا ليالي يا ليالي. اما انت والهاني يا اخويا كده، امال كنت عايز تتجوز بنت عدوي ليه؟ عشان الشارع بيقول ليه يا اربع اغضب ربنا بلا افيه. يخرب عقلك يا درغام، نفسي اعرف انت بتفكر في ايه يا راجل. بجد عايزه تعرفي؟ طب اديني عربون. الله، مش هنا يا راجل. سكر من جمالك يا سوسو. مش فاكر. ثانيه. اهلا يا صلاح يا ابني. اهلا يا عم حاج. السلام عليكم. اهلا يا باشمهندس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه اللي اخرك لحد دلوقتي؟ معلش يا عم حاج، انا عندي شويه شغل كده بخلصه. صابرين، هات صلاح منابه. روح خد منابه. شكرا يا عم حاج. السلام عليكم. السلام يا وحشتيني. اجيب لك منابك؟ شبعت. زي صلاح. نعمين. ان شاء الله الاكل يعجبك. ما هو عجبني من زمان. بس يا ترى انا بعجبه؟ انا خايف اكون بحسده.
ده انت تزوده مش تحسده. طب نستأذن احنا يا حاج. دايما عامل يا حاج. حصلت البركة يا ريس وجربت. ألف سلامة. ألف سلامة. نورت. ألف نورت سلامة. روح بقى أحسن أبويا يستعوقك. يا كده هو الله زي ما بقول لك كده يا حاج عدوي. يا راجل بقى ايه يا ابو صلاح؟ ايه اللي اخرك هو؟ لا اصل انا وصابرين كنا يعني قصدي صابرين كانت بتسخن الاكل. بتسخن الاكل؟ ماشي. لما جوز صلاح كنت قلت لك الغايب مالوش نايم. اللي ما يجيش راجل خايف. بالاذن يا حاج عدوي. ايه يا معلم بيوم؟ هو اذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ لا شياطين ايه يا ابو سلاح؟ ده انت ابو الامره كلهم. لا اصل ايه عقبال املتك انا رايح استلم الفيديو. فيديو؟ امال انا قافيه فيديو في اتش اكس. ايه؟ في اتش اكس. شغال بايه ده؟ ده تحط الكاسك. ايه؟ الشريط الكاسك وتدوس على الزر في الريموت رولمان بالي كنترول تدوس يشتغل لوحده. لا يبقى لازم نتشحن بقى يا معلم. عارف ابو سلاح انا جبته ليه؟ علشان العلام يبقى من غير معلم يا معلم. يا معلم روح سخن الاكل. بالاذن يا حاج. مع السلامه. مع السلامه. حصلت البركه. وانت مين بقى؟ انا اخويا وصاحب صاحبي. وانا زيه. بتشتغل ايه انت وهو؟ انا عامل 70. وانا زيه. يعني انتوا الاتنين مش من اهل باب النصر؟ انا غلبان، انا مش من اي باب. بقالي 4 ايام بلف على كعوبي عشان الاقي باب يتويني. مفيش. وانا زيه. يعني انتوا الاتنين مع بعض؟ لا لا، الواد انا ما شفتوش الا هنا. وانا زيه، ما شفتوش الا هنا. وانت يا اخويا اسمك ايه؟ انا داوود. وانا زيه. وانت برضه اسمك داوود؟ لا انا اسمي سوسه بس مدود زيه. واسمك سوسه؟ طب بقى وجاي تنخر في مين؟ لا لا يا سعاده البيه، ده سوسه ده اسم مش وظيفه. وبعدين يا بيه ما حدش فينا بيختار اسمه ولا امه ولا ابوه. وبعدين انا ذنبي يا سعاده البيه؟ هم اللي سموني كده. هم مين يالا؟ حلو. هم مين يالا دي؟ اهلي. وانت اللي زيك ليه اهل؟ والله انا مش متاكد، انما طبعا يا سعاده البي لازم يكون لي اهل. امال يعني طلعت كده اشطاني؟ هو انا تحلب؟ طبعا لا، كلنا ولاد تسعه. طب ما احس ان احنا ولاد تسعه، ما تسعه في مكان ننام فيه للصبح. وانا زيه. طب كملوا اكل وبعدين نبقى نتكلم. يخرب بيتك، بتعمل ايه يا منين؟ بس والله ما انت واخد. بس الورش ما كانش لها لازمه يا صلاح يا ابني. كنت استلمت وظيفتك احسن. معلش يا عم الحاج، انا كان لازم اكمل مشوار ابويا. الف رحمه تنزل عليه. سعد ده كان قسط. يا ما كان نفسه يشوفك قد الدنيا. عشان كده انا استلمت الورشه بتاعته. كان لازم حد من صلبه هو اللي شغلها. وشهدت الهدازه الكبيره اللي خدتها. ما هو برضه بيفيدنا في شغل يا حاج. على الاقل بيدي الزبون اطمئنان. عندك حق. صنعة في اليد امام الفقر. في ايه يا جلال؟ اصل الاتنين دول. خلاص يا جلال. عن اذنك يا عم الحاج ما اشوف حكايتهم ايه. انا كمان حساس. لما المعازيم ياخدوا واجبهم انت اللي صابرين ولموا الحاج. ماشي يا حاج. بص وده البص. ايه في ايه؟ لا مفيش حاجة. ما تقوله. اصلهم الاتنين مش من حي باب النصر. وفي ايه يا جلجل؟ ما الليلة معمولة للناس كلها. دول عايزين يباتوا كمان يا صلاح. الهي يسترك ما يفضحك. اي حتة ننام فيها بس للصبح. وانا زيه. خلاص يا جلد، خليهم يناموا عندك في القهوة الصبح. إلهي يكرمك. العفو يا راجل. متشكرين يا بص. خلاص بقى، خلاص. طب والمعلم بيوم؟ أما يجي يقول له صلاح اللي قال. يلا. طب يلا يا أخويا بقى منك له ورايا. يلا. يلا.
واقف ليه؟ ما انا زيه. طب ما تروح معاه. هو راح. بقى انا يجي عليا يوم وانام فيه على الكراسي الخرزان؟ اخص عليك يا زمن. يا اخي ما تبقاش مفتري، مش احسن ما كنا ننام على الرصيف؟ رصيف؟ ليه؟ انت ناسي احنا كنا ايه؟ لا مش ناسي، لكن الحال اتغير اتبدل، ولازم نماين مع الجو لحد ما نرجع زي ما كنا واحسن مما كنا. ايوه بس احنا ما اتفقناش على كده. وانا زيك، وسيبني بقى خليني الحق. تلحق ايه؟ الحق احلم بصافي برضو، وححلم بقى عز منها. اه يا داوود. بس يا ترى بقى هي حاسه بيه؟ يعني ايه حاسه بيه؟ يعني بتحبك زي ما انت بتحبها ولا؟ طبعا يا جدع، ده انا اي رقاصه تحبني، وخصوصا صافي، ده انا شهدت ظهور في القضيه بتاعتها وطلعتها زي الشعره من العجين. الا من الحق، هي القضيه كانت ايه؟ بيقولوا ظبطوها وهي بتسرق من الراجل اللي كانت بتشتغل عنده، اصلها كانت مدبره منزل. ان الله حليم وستار. يا سلام، وهي سرقت ايه يعني؟ ولا حاجه يا اخي. سرقت ايه يعني؟ حته حبل طويل طوله 3 متر، وفي اخره كان في عربيه مرسيدس. وهي اللي كانت جراها؟ لا حرام، مش هي اللي كان جرى العربيه حمار، بس كان راكبه حمار تاني. يبقى انت. الله، وانت ايش عرفك؟ انت كنت معانا في الموقف. هو في حمار غيرك؟ انت مش كنت عربجي يالا؟ فاشر، ده انا كنت اشيك مروض حمير في البلد، بس ايام ما كانت الحمير حمير، مش زي النهارده ما تعرفش تفرق بين الحمار واخوه. على فكرة يا داوود، احنا اللي شفنا يقول علينا اخوات. بس انا بقى عايز اعرف حاجة. قول يا اخوي. اشمعنى رجلينا ما جابتناش الا على باب النصر؟ هو ده التكتيك، الرجل الدب مطرح ما تحب. انا اجي باب النصر وبوابة الفتوح وباب المتولي عشان خاطر صافي، عشان خاطر عينيها، ده انا مستعد احارب الدنيا كلها. وانا معاك. طبعا يا اخويا، هو انا اعرف اعمل اي حاجه من غيرك؟ طب انت بتحب صافي، انا بقى هستفيد ايه؟ ايه؟ ما انا عمال اقول لك من الصبح ان احنا اخوات. يا باي، ده مفيش اخويه. لا خليكنا بس. الله يخرب بيوتكم، انت بص ريحه القهوه. قوم يالا انت، هو مالك؟ ولا بابا. ايه الصباح المهبل ده؟ هبي بيه، قوم يلا. اهلا اهلا سجلان، صباحك فل. خير في ايه؟ انا اصلي ما خدتش راحتي ولا كفايتي من النوم. هو انا زي. طب قوم بقى يا اخويا، بدل ما المعلم يجي يستفتحني انت وهو. قوم ويلا. المعلم. ايوه قوم، المعلم بيومي. هو المعلم فين؟ المعلم وراك اهو. انا وراك. وراك فين؟ اللي في التصوير يا افني انت وهو. صباح الخير يا معلم جلال. طب يلا يا اخويا بقى انت وهو بقى. مش ممكن لا مؤاخذه انفض مشي؟ وانا زيه. عندكم الحنفيه ايه؟ ده انتوا عايزين تتنقعوا في جاز. ادينا ماشيين فيك يا دنيا لما تقولي بس، وفي يوم بشوت هنترص قدامه نص. وهنا النص وهنا النص. الله، انت مالك مبادر كده ليه يا عم الشيخ؟ أعوذ بالله، الشياطين دخلت البناء. يا نار يا نار. يخرب بيتك، هو بيعمل كده ليه؟ يا راجل مبروك، مالكش دعوة بيه. راجل ايه؟ راجل مبروك. وانا زيه. روح يا ابني، ده صابرين في بضاعة جاية، خليها تيجي تستلمها. حاضر يا حاج. أوام يا الحرير الطبيعي. يا ساتر، أعوذ بالله. الكالونيا الويا. لما تيجي صابرين خليها توقف في المحل وتستنى البضاعة لما تيجي. هلحق الدور في الجامع. أنا بنادي اللي عاوز تهاني. هو ده متصرف على إيه يا أخويا؟ صابرين يا توني، أنا مش قلت لك 100 مرة تمشي من قدام المحل؟ خلي الرجل
عدوي. الحاج عدوي الغام. لو كنت راجل صحيح ما تستهواش على الحريم. قصدك ايه يعني؟ قصدي بقى ان كنت راجل بصحيح استقوى على راجل زي كده. طيب ادي الغار حق شبنا عليه معلم. بس بس يا ريت معلش انا هفوتها لك عشان انت راجل كبير وبيقولوا عليك كبير الحته كمان. طب يلا يلا داوود. سيبني بقى امارس هوايتي المفضله واولع لك في الخناقه دي. اتقل يا حمار سيبهم هم بقى يولعوها بطريقتهم واحنا ملناش دعوه. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ نطفيها احنا بطريقتنا. صح الكلام لا يودي ولا يجيب. اصلك فعلك يا ابن ادم. يخنب بيتك. قوم يا ادم شوف خلفك. طب يا صابرين يا بنت عدوي ما وريتك. وانا زيه يا ست سوني. وانت تطلع مين بقى ان شاء الله؟ هو انا ناقصك. طبعا عارف انت اللي مش عارفاني. بس انت القمر وهل يخفى القمر يا قمر؟ انت تطلع مين يا واد؟ معقول اللي بيحصل ده يا عباس؟ انا عارف يا اخي. المصيبه ان محدش عامل اعتبار لنا فيهم، مع ان الواحد فينا قدهم 10 مرات. على فكره يا سعيد المفروض ان احنا ما نسكت لهمش بعد كده. ازاي يعني؟ انت عليك بدرغام وانا عليا بعدوي. هقاو يا نور يا ابن النور. طب ليه انت ما تروحش بقى لدرغام وانا اروح للحاج عدوي؟ لاني لو رحت لدرغام مش هسكت له، يمكن اضربه قلم كده ولا كده يروح فيها. طب بدل كده وكده ما تيجي نقصر الشر ونغزي عين الشيطان في حته تانيه. ما انا بقول كده من الصبح يا عم، دي عالم مالناش دعوه بيها. ماشيين وراك يا زمن خطوه خطوه، بعد ما كان ليك يا زمن في التاريخ سطوه. طب سلام يا عباس. تقعد يا معلم. مع السلامة يا شيطان. مع السلامة يا حبيبي. سلام عليكم. مع السلامة يا سيدي. قالوا لي اخزي عين الشيطان، أنا قلت حفقعها له. ده والله يا صابرين طالع على أبوك، بتعرف تتخانق أهو. كتر الحزن يا علم البوكة، دي ناس ما تجيش بالذوق. يا ما كان نفسي يا بنتي الستيدي بقى، بدأ البهدلة والمربطة دي. يا لهوي يابا، وسيبك لوحدك معقوله دي؟ عاشر يا ابن ادم قد ما تعاشر، مسيرك تفارق. جري يابا، انت زهقت مني ولا ايه؟ ابدا يا بنتي، انا بس نفسي افرح بيك في بيت العدم واشوف عيالك قبل صاحب الامانه ما ياخدها. بعد الشر عليك يابا. ده مقدر ومكتوب يا بنتي، والمكتوب ما فيش منه هروب. جلال. ها جازة، هات القهوة عند عم الحاج عدو. حاضر يا جازة. الله، ده صلاح جه. ما انا عارف ان صلاح جه. السلام عليكم. عليكم السلام. العربية ما كانتش فيها حاجة بس ظبطت لك الموتور. متشكر يا صلاح. يا ابن سعد، يا ابن الغالي. يا حاج ما أنت في مقامه برضه. والحاجة زيها دلوقتي. الحمد لله أحسن. بسلم عليها قوي. البضاعة الجديدة هندخلها المخزن. هي البضاعة ايه؟ حبهان ومستكة وبزر خلة وعين العفريت. عين العفريت؟ طيب أم عايزة بزر خلة عشان كلى. مالكش دعوة، أنا هوديها لها بنفسي. متشكر يا صابرين. أنا رايح الجامع، ما عادش حاجة على العصر. ما تاخدني معاك يا حاج. يلا يا صلاة. بقول لك ايه؟ هتودي الحاجة لأمها امتى؟ مالكش دعوة. يلا يا صلاح. حاضر يا عم الحاج. خدامك يا معلم. انت مين يا قاضي؟ خدامك داوود.
وانا زي خدامك برضه بس سوسه. سوسه؟ سوسه اما تكلم. وانت ايه؟ ايوه يا معلم والله انا عابر سبيل. وانا زي عابر سبيل برضه؟ يعني ايه عابر سبيل بقى؟ بتبيعوا ميه؟ معقوله يا معلم؟ هنبيع ميه في حاره السقايين. امال ايه حكايه سبيل دي؟ يعني لا مؤاخذه واحد بس مش من هنا. وانا زي يعني غرب. معقوله؟ هو اللي يبقى مع المعلم درغام يبقى غريب يا معلم؟ ربنا يخليك لينا وما يحرمنا منك يا معلم. وانت زيه؟ وانا زيه يا سوسه. على ايه يا سعيد؟ ايوه يا معلم بيومي. ايه مالك واخد في وشك كده لا مؤاخذه وماشي؟ مش تيجي تستفيد لك كلمتين من نادي الفيديون؟ ما عادش الكلام يفيد. ايه ده؟ هو ماله بيشوح ليه؟ ماله يا عبس؟ الله، هو انت ما تعرفش ايه اللي حصل؟ لا ايه اللي حصل؟ مش المعلم درغام والمعلم عدوي كانوا هيموتوا بعض؟ يا ساتر، امتى الكلام ده؟ النهارده الظهر. الله، يبقى مفيش فايده. عدم المؤاخذه يبقى يبقى بنفخ في قربه مقطوعه. وانت يا داوود اصل شغلتك ايه؟ سمسار. سمسار؟ يا دوبك شكلك ما بيقولش غير كده. وانت زيه؟ لا يا معلم لا. امال ايه؟ انا بتاع كله، انا كنت في الاول مروض حمير، دلوقتي بعلم البني ادمين الدينج دونج. دينج دونج؟ وجايين هنا بقى تاكلوا عيش بالافيه؟ انا في عرضك يا معلم. وانا زيه. كده؟ طب خشوا جوه المخزن على ما اشوف لكم حاجه تشتغلوا فيها. ربنا يكرمك. قدامي بغرم الحته دي يخرب بيت. قدامي كعبك يا معلمي. هات كرسيين هنا. هلا هوا بطل يا معلمي. ايوه جاي. خير يا سبيوم؟ ريا درغار، هم معلمين الحته هيقلبوا على بعض ولا ايه؟ تعرفت يا بيومي؟ عدم المؤاخذه لسه عباس قايل لي دلوقتي المعلم عدوى يا سيدي مش عاجبه حد في الحته خالص وبيساوي على البنت سونيا. وانت بقى عدم المؤاخذه اللي مزعلك الاولانيه ولا التانيه؟ اولانيه ايه وتانيه ايه؟ اللي مزعلك عدم المؤاخذه انه مش عاجبه حد ولا بيستقوى على البنت سونيا؟ لا مؤاخذه برضك مش فاهم. اذا كنت رايد البنت سونيا دي اتجوزها في الحلال يا اخي. حتى انت يا معلم بيومي انت جرف مخك حاجه ولا ايه؟ جرف مخي انا برضه يا درغام. بقول لك ايه، الحكايه ريحتها فاحت قوي، وبصراحه احنا بلا قافيه مش عاجبنا عمايلك دي. بقول لك ايه يا معلم بيوم، عايز تشرب قهوتك هنا ولا عندك؟ انا لما اشرب قهوتي اشربها في قهوتي كده. بتطردني يا درغام؟ افهمها زي ما تفهمها. انا ماشي. أنا ماشي. مساء الخير يا خالتي. مساء النور يا صابرين. تعال. أهلا أهلا. إزيك؟ الحمد لله. إزيك يا حبيبتي؟ أهلا. أقعد اتفضلي. جبت لك بذر الخل. وتعب نفسك ليه يا حبيبتي؟ إزاي بقى؟ تعبك راح. أمال فين صلاح؟ هو مش هنا؟ لا لسه ما جاش. طيب اسيبك بقى، احسن زمان ابويا هيقفل الدكان. طب ومستعجله ليه؟ اشربي كوبايه شاي ولا اجيب لك حاجه ساقعه. معلش مره تانية. تصبحي على خير. طيب يا حبيبتي مع السلامه. صبيب، ما قلتيش انك جايه دلوقتي يعني؟ مالكش دعوه. وبعدين ايه؟ انا خلاص ما عنديش قادر. واللي مش قادر يعمل ايه؟ عارفه دي وقتها. تعالي نقعد عند الحاجة شوية. أنا تأخرت على أبويا. ما تتفضلي شوية يا صابرين. تعيشي يا خالتي في الأفراح إن شاء الله. وفكرك الشغلانة دي تكسب يا داوود؟ بقى ده كلام يا معلم. هي لولا إنها بتكسب كانت الدون شغلتها. الدون؟ كل الدون شغالة في السمسارة. كل الدول شغالة في السمسرة؟
الشغلانه الوحيده اللي بتكسب يا معلم ما تقولش لحد. السمسره مني والله فكره. انت مش شايف شكلك في المرايه ولا ايه؟ مالو شكلي يا معصعصه؟ على الاقل مش زيك عمود نور. عمود نور يلي بتاكلي وغيرك يهضم. انا عارفه هو اتجوزك على ايه. طب يا اختي اللي اتجوزك مقاوله الجديده تحلى ترى يا ولية. هتاخدي زمنك وزمن غيرك. هو في غيري؟ هتشوفي الليله هيكون ختامها مسك. ماسك فيك عفريت مسابك يا معرقبه يلي بيسلكوا بيك اسنان العيال الصغيرين. خليكي على نارك الليله ليلتي اهو جه. اما نشوف ايه؟ اما نشوف دي مالكوا واقفين زي مشكاح وريمه كده؟ اوعي 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 ده انت دهية يخرب عقلك. عجبتك اوي 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 اوي. ايه رأيك؟ رأيي؟ رأيي في ايه؟ انت حاسس باللي انا حاسس بيه؟ وانت حاسس بايه؟ سجن زي ما اكون في سجن. وانا زيك. انت عارف يا ده انا عاوز ايه؟ ما انا كمان عاوز زيك. انت كل حاجة زيك زيك. مش تعرف الاول انا عايز ايه؟ باين في عينيك. ولا نفسي نفسي سونيا تخلع من درغام. اخص 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 يا داوود. حبيتها؟ نعم ايوه حبيتها. حبيت مين يا حمار؟ انا يا حبيبي ما احبش الا مصلحتي. مش زيك حمار يا تكميله بتحب ومش طايق. وانا يعني عشان قلت لك سري هتفضل تزلني كل شويه والتانيه؟ يا حمار يا عظيم حب مصلحتك وبس. بغير من الحته دي يخرب بيتك. ماشي يا عم داوود. وعايز ايه كمان؟ سيبني. اسيبك ليه؟ سيبني عايز افكر ازاي اخلع المحل من درغام. وايه اللي هتستفيده من المحال؟ اللي هستفيده انت اصلك ما اشتغلتش سمسار قبل كده. ما تفهمني طيب يا داوود. اخوك حمار. يا حمار اقل ما فيها هيخش لنا 300 جنيه كل شهر. يبقى في السنه في السنه. استنى استنى هحسبها لك انا بالفلفلتر. ماشي. 300 في 300 من 65 من 100. تك 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 تك. معقوله؟ ايه طلعوا كام؟ ده مبلغ كبير قوي. كبير ايه يا حمار؟ 300 في 12 يبقوا. انا برضو اللي حمار. ده انت حاسبها على قرايب قوي. انا حاسبها لبعيد بعيد قوي. انا انت حاسبها على قد ايه؟ على قد ايه؟ انت نسيت عيالنا وعيال عيالنا وعيال عيال عيالنا وعيال عيال اللي خلفوا عيالنا. يا راجل يا عيل انت. يخرب بيتك انت حاسبها على كام جيل؟ ستة بس. طب يا ريت يا هنا من يعيش. لا ايه خليك نبسها. وانا عندي اعز منك يابا. ايوه بس مين اللي هيعمل كل ده لما تتجوزي؟ اطمن. مش هتجوز غير لما اطمن عليك. يعني ايه؟ عايزاني اتجوز؟ وماله يابا؟ ده انت لسه في عز شبابك. حق بطلوده واسمعوده. انا اللي عاوز اطمن عليك يا بنتي. انت اصلك مش حاسه بالسنين اللي بتجري بيك. اللي زيك دلوقتي بقى عندكم عيال. ولو يابا. انا ما اقدرش اسيبك لوحدي. عاوزاني اتجوز ولا مستنيه يا ابو صلاح؟ وبعدين بقى يابا؟ بابا ده انت اللي بابا. قلت ايه؟ بعدين ياما ماليش لزوم الجواز دلوقتي. ليه يا ابني؟ هتقعد راهب؟ ياما احنا لسه يا دوبك بتشم نفسنا بنسدد ديوننا وبنشغل الورشه. وبعدين مين اللي هترضى تتجوز واحد لسه بيبتدي حياته وما حلتوش حاجه زي حالاتي؟
موجودة بس انت شاور. انت كمان لقيت العروس هامة؟ ودي مين دي بقى؟ هتعملهم على امك يا صلاح، نورت الحتة كلها. صابرين اللي رفضت عرسان الدنيا كلها عشان خاطر عيونك. وماله يا بنتي؟ صلاح طيب وابن حلال بصراحة عاجبني. مش يمكن انا اللي معجبوش يابا؟ فشل، ده انت الف من يتمناك. ده انت عجبت باشا وصلاح باشا، وعلى رأي المثل اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك. صبري. نعم يابا. انت رحت فين؟ هروح فين؟ ما انا قاعده معاك اهو. معايا؟ طب قوم اعملي كوبايه شاي. حاضر يابا. صباح الخير يا هندسه. يا فتاح علي ما رزقك كريم على الصبح. عايزك تروق لي عربيتي لو عاوز. ما بفهمش في الامريكان السكه يا درغام. ليه انت شيوعي ولا ايه؟ يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني شوف لك ميكانيكي تاني يا درغام. المعلم درغام يا عاد. اما تبقى تحترم الناس ابقى احترمك يا درغام. والصبح اقول يا صبح. الله، هو انت بقى لو مهندس بحقي وحقيقي ما كنتش تقعد في ورشك وحياتي زي دي. في هندسه؟ انا مش محتاج شهادتك يا درغام. انت بتهددني يا عم. روق يا معلم درغام. معقوله اللي بيحصل ده؟ يبقى اتحرق يا راجل. اللي كنت شاطع رجلك من الحاره يا درغام ما يكونش ده على راجل. امشي يا وليه مصديه. ما بقى تخمنيش الا المضعضع والضعيف. وانت كمان يا سكت الرز امشي. بكره الدنيا يجي علينا. اتلم يا ولاد وهي ما فيش حاجه. الله عشان خاطر عملك يا معلم. معلش يا معلم. معلش ايه؟ عجيبه قوي يا جدعان. عيال الحته ارفعوا عينيهم في رجاله الحي. بكره الدور يجي عليكم. كلام ايه ده يا معلم درغام؟ مش مصدق؟ بكره تشوف. ان مكان حته عيل مراهق يحدفكم بالطوب ما بقاش انا درغام. هجيب لكم اوسخ واحد يا شيخ. ولا سوسه. مالكش حق يا صلاح. المعلم درغام راجل واحترامه في الحته. يا عم عادة وده دايما يتعمد يرش الميه على صابرين. ده بس من حرقته. انما انت برضه مهما كان مالكش حق تهزقه قدام الناس في الميدان. خلاص يا صلاح بقى، المسامح كريم. يا عم عادة وده راجل نمرود، ما يجيش بالطيبه بتاعتكم دي. ما انا قلت لك ده مراته دي من حرقته. Thank you.
الليل. تعرفوهم مين دي؟ ها ده انا اخويا وصاحب صاحبي وانا زي احنا خدامينك يا معلم. معلم ده انت اللي معلم. معلم اسمع من بقك ربنا. يعني عيني مين سليم الشرقاوي؟ الله يخرب بيتك. مين يا وين قبها دي؟ المحل ده بتاع درغام كده. عشان كده لمسك انت من الوان. خلاص انا زبون مستمر هنا في المحل. خلاص المحل محلكم. مساء الخير يا رجاله. مساء الفل. خليكم بحبكم بقى المحل تبعنا. خد مني دي. يا حلاوه حبيبي. قشرها يا معلم. يا حسني اللحم الابيض المتوسط صافي. صافي ايوه. درهام عايزك يا صافي. تلبسي ليه؟ يوه وبعدين معاك بقى يا سوس. انت مش عارف ان الشرقاوي بيه محرج علينا اننا ملناش شغل في الصاله. يا روح قلبي ما هو مش شغل ده 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 بيزنس ده مجامله. وانا هاخد ايه من المجامله بتاعته دي؟ هتاخدي اللي بتاخده سن. وايه بقى اللي بتاخده سن؟ اللي هتاخديه انت. والله انا ما عدتش فاهمه منك حاجه ابدا. استني بس وحياتك يا صافي ولا انا كمان عدت فاهم نفسي. انما هنعمل ايه على راي المثل؟ خليك ورا داوود لحد بيت درغام. بقول لك ايه؟ افندم في حاجة؟ أنا عايزك في المجاملة تبقي يا واش يا واش، ما تسويش فيها قوي لحسن أنا حمار، لحسن أنا غيار. ازاي؟ ازاي؟ ازاي ده ايه؟ هي غيار لها معنى تاني؟ معرفش، اسأل روحك. اسأل روحي؟ طبعا اسأل روحي. يوه وبعدها لك بقى يا سوسة. لا وبعدها لك انت يا صاف. حس بيا بقى حرام عليك ده انا تعبان. اسمع يا سوسة انا واحدة ببدأ حياتي هنا وانت عارف انا كنت ايه. كنت ايه؟ سفيرة نيكاراجوا؟ كنت هتدخل السجن لولا شهادة الزور اللي انا شدتها معاكي طلعتك من القضية زي الشعرة من العجين. وعشان كده يا حبيبي عايزين نبقى اصحاب وما تفكرش في الموضوع ده دلوقتي ابدا. ده غير من الحته دي يخرب بيتك. امال عايز انا افكر في الموضوع ده امتى؟ بعد سن الياس. لا لما نضمن مستقبلنا الاول وكل واحد فينا يبقى عنده اللي يكفيه. انا كنت بقول يعني نمشي حالنا مع مستقبلنا. قول له داوود عمره معلم ما تبقى معلم هتبقى زينا كده فشل يا معلم. يا العين تعلى على الحاجة. حلوة يا معلم حلوة. حلوة أوي الرقاصة دي. هي فين يا معلم؟ خلصت؟ خلصت هي ريحت. الأمر وصل. مساء الخير يا معلمين. مساء الورد يا ورد. مساء الجمال يا نور البلدية. سامع بقى وقص خلينا نشوف اللي احسن منكم. اقعد يا جميل اقعد على راسي من فوق. مرمر حبيبي ربنا يخلي عليا النعمه. مرمر مرمر انا جبت اللي تكسب. صافي طب قوم انت يا نشوه بقى شوف الزبونين دول نايبوشوا في ايديك.
دي الحته اللي الواحد يغزي بيها عين الشيطان بصحيح. اتكل اقعد يا جميل اقعد على راسي من فوق. كراهي يا اخوي بقى حته راجل وبنته ما انتوش قادرين عليهم. امال معلمين منين؟ معلمين من رجليهم. زي الكتاكيت. حلوه بس رجليها رفيعة. صحتك يا جميل. الله انت زعلت ولا ايه يا درغوم؟ لا ده انت سيد المعلمين كلهم. بس يا خساره. خساره ايه بقى؟ المعلمه دي كلها وبتخاف من الحريم. تقصدي مين؟ ولا تزعل ولا يهمك، انا هاجي لك بكره وهشوفك هتعمل معاها ايه. بالهنا والشفا يا ابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشفا. ياه ده مر قوي. وبعدين يا ابا ده انت عطار. ما انا صابر يا ابا. ربنا يستر عرضك يا بنتي. انا مستوره بيك يا ابا. حاضر. اهلا. يا رب يا ساتر. اتفضل يا عم بيوم. باليمين عدم المؤاخذة اهلا يا ست صابرين. اهلا. يلا يلا يا جلال. حبابي يا معلمي. انت بتاكل في الزيارة يا هلال؟ رايح فين؟ رايح فين؟ خلاص يا عم. ايه بس يا معلم؟ انت ست صابرين. خد يا ست ستات. عدم المؤاخذة يا ابن المفجوعة. عدم المؤاخذة بسرة لزوم الحلوة يا حلو. مين يا صابرين؟ ده عم بيومي يابا. طب تخليه يدخل. اتفضل يا عم بيوم. جاي لك يا حاج باليمين لمؤاخذة. ما تخش جوه. لا اخش جوه بس احنا هننزل الشاشة. وده وقته. اخش استاذن معاك. اتأخرت ليه؟ انت مش عارف انه جاي؟ اعمل ايه بس؟ مش عبال ما عرفت ازوغ منه؟ ماشي. المهم طلباتك ايه؟ انا شايفة انك ذكي جدا. العفو يا استهانة. بس باين الحظ ملطش معاك شوية مش كده؟ ده مش شوية ده كتير. وبعدين انا مش طالب حاجة كتير. انا كل اللي عايزه محل صغير قد كده. قد اللي قاعد فيها انا والواد سوسة. وهتعمل بيه ايه؟ احط فيه ترابيزة وافتحه سمسار. اصل انا بفهم في الشغلانة دي حلو قوي. واللي يجيب لك المحل ده؟ عايش طول عمري خدام. وتعمل كل اللي اقول لك عليه؟ ان شاء الله تقولي لي ارمي نفسك في البحر ارمي. لا ما هو انت مش هترمي نفسك في البحر. امال هعمل ايه؟ انا عايز اخد بطاري من بنت عدوي. ايوه بس دي بنت المعلم عدوي. انت مش عايز المحل؟ بقى ده كلام. مش عايزه؟ خلاص. خلاص ايه؟ عاوزه تعملي ايه؟ هقولك. واتفقتوا على امتى ان شاء الله؟ صلاح بيقول يوم الخميس اللي جاي. ربنا يسعدكم يا بنتي. انا عارف انك تعبت اول يومين اللي فاتوا ما بين البيت والمحل. تاني يا حاج انت ليه محسسني دايما اني مش قد المسؤوليه؟ ده انت قدها وقدود. غش بس شغلتها دي عاوزه اللي يكون يعني في ده ايه يا حاج؟ انا عارفه انك انت كان نفسك ان يكون ولد علشان تقدر تعتمد عليه في المحل. انما انا بسد ولا لا؟ وأجدع كمان يا صابرين. يبقى خلاص عاملني على اني ولد. رايحين فين يا ناس؟ ده الامل كان في الناس. والناس ساهية ولاهية ولا عاد في احساس.
اسيبكوا دقيقة واحدة. على فين؟ سيبها يا صلاح، دي رايحة تقفل المحل. ممكن اروح معاها، يمكن تحتاج حاجة. لا خليك انت قاعد معايا، هي قدها وقدود. وفيها ايه بقى يا الدلعاني؟ فيها ايه ازاي يا سونيا؟ ده انا معلم كبير، كبير قوي. انا لازم اجيب مناخير عادة وده الارض. وهتجيب مناخير الراجل ده بقى ازاي؟ مش عارف. سيبينا مخمخ. مخمخ براحتك يا حبيبي. بس انا يا اخويا واحدة ماليش دعوة بيكو. انت خايف يا سونسون؟ يا لهوي، دي الحارة كلها معاك. بس كفاية عليا انت معايا. طب وانا هعمل ايه؟ عاوزك تكرهي الناس في عدوي. ما انا برضو المعلم درهام على سن ورمح. الناس مش هتصدق. عدوي له عزوة مع معلمين باب النصر. طب اعمل ايه يا سونسون؟ يعني غلب حمارك؟ اه. عارف تجيب مناخير الارض ازاي؟ ازاي؟ عن طريق بنته. بنته؟ مش فين؟ صابرين لازم عينيها تتكسر، ولما عينيها تتكسر ابوها هينكسر. بس ده بقى مش شغل رجاله بلا افيه. طب يا اخوي خليك عيل لحد ما تكبر. انا عيل يا سونيا؟ طبعا، ما دام في باب النص اللي اكبر منك هتبقى عيل. انا بقى حسبت لك ان انا قدها وتموت. ده انا المعلم درغام. ايه رايك؟ حلو. حلو قوي. اجي معاك اتفرج. انت فتان. مش حاطين يا داود ورايا. بس الظاهر والله اعلم ان واحد غريب عن باب النص. يعني ايه غريب؟ يعني غريب مش من هنا يا ناديه، ومحدش يقدر يعمل كده من باب النص. والنبي انتوا هبلوا على نياك. هي الست تقدر تدي حاجه اللي بمزاجها؟ دول بيقولوا انها ماشيه في السكه دي من زمان. قصدك يعني اعوذ بالله من غضب الله. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. الله الله الله. خلاص يا صابرين روحي انت بقى. كلام البت دي بتاع تحت السلم. نعم روح سيرة بقى. البت دي لازم تتقدم. اللي عايز يتقدم هو اللي وسع على كده يا درغام. قصدك ايه يا قاضي؟ ربنا قادر على ايسار الحق. يلا يا صابرين يلا.
عشان خاطر يا سوني. منين يا عينيا هو انا بزرع؟ مش قادر استغنى عنك. طب لو اديتك تنفذ كل اللي اطلبه منك؟ كل اللي تأمري بيه. انا خدام خدامين اللي يخدموا خدامين ابوك. عايزك تأجر المخزن بتاعك لداود وسوس. ليه بقى؟ مزاجي. مش انت عايز مزاجك مني؟ انا كمان عايز اخد مزاجي منك. خلاص بس دي حاجة ودي حاجة. بقولك ايه، فكر وبعدين قول لي. افكر وانا قاعد في عقل افكر بيه. اعمل معروف، دماغي هينفجر، جسمي بياكلني، نمل نمل ماشي فيه. ارجوك يا سونيا ارجوك. يبقى لازم تنفذ اللي قلت لك عليه كله. انا تحت امر. امتى؟ من بكره. بس اعملي معروف، انقذيني، اديني حاجه. طب اقعد عطيه تعمل الشم. خد. ها عملت ايه يا داود؟ خدت المحل؟ لما اشوف سونيا هتعمل ايه مع الجعر اللي اسمه درغام ده. ما هو لو ما قدرتش بقى هقدر انا. ازاي؟ لا ما تقوليش ازاي، ده شغل صافي بقى، شغل على مية بيضة فريسكة. إن ما كنت أقومهم على بعض ما بقاش أنا صافي. قصدك إيه؟ سونيا ممكن تخلى بيا؟ أنا كنت ناسيها اسمها. لا يا دودة، لا يا حبيبي، هتعمل إيه؟ بلاش تهور، هتودينا في داهية، هو إحنا ناقصين؟ أنا حوريك أنا هعمل إيه. يا ترى مين اللي جاي الساعة دي؟ مين؟ داود؟ هو بعينه. ايه اللي جابك الساعة دي؟ تعال تعال ادخل. ايه الحكاية يا سونيا؟ ايه سونيا دي؟ ايوه سونيا. ايه؟ اظن متصورة ان انا هقول لك يا ست هانم يا معلمة يا ست الكل. لا الكلام ده كان زمان يا سونيا. اسمعي، اذا ما قدرتيش تجيب المحل من درغام انا هتصرف. شديتك يا بابا، ناخد بنار. صلاح مش عارف. ما هو انت ياما مش قادرة تفهم ان صابرين مالهاش ذنب في اللي حصل. الناس لها الظاهر يا صلاح. بقى انا لو ليا اخته اتعمل فيها اللي اتعمل في صابرين، كان حد يستجري يقول فيها كلمة؟ عقلك في راسك تعرف خلاصك، بس البيت دي ما تخشليش بيت. حسابك تقول يا معلم. أنا مستعد أدفع لك كل اللي معايا دلوقتي. اللي معاك كله ما يكفيش تمن شمة. أمال عايز أنا أعمل إيه بس؟ تتنازل عن المحلات اللي عندك. بس ده كتير. وانا ما عنديش. امر لله. هات له العقد يا داود. اهو امضي. القلم اهو. امضي يا شمام امضي. امضي لا نجيب عليه. امضي. لا ثلاثي ثلاثي. مش عارف اسم جدك. ما تمضي. هنا اهو. جنن. خدنا فلوسك يا درغام. خدنا فلوسك يا درغام. خدنا فلوسك يا درغام. وبعدين يا عباس؟ في ايه يا سعيد؟ هنسيب الواد داود ده لما ياكلنا ولا ايه؟ داود مكلنا واللي كان كان. اقصى عليك يا درغام،
اما انت ناوي تبيع الدكاكين مش كان الجار اولى بالشفعه؟ المهم هتعمل ايه؟ اما اشوف سونيا الاول وبعدين اقول لك. احنا لسه شباب والمتاجع الناب، احنا مسافر، احنا لسه بغير ما الحتاج يخرب بيتك. حركه واحده هتكون في القرافه. مين؟ هي كلمه واحده هتقولها هسيبك. وحياه الاخويه مالا، ده انا كنت بتفرج. امال مين اللي له دعوه؟ والله مالا، ده داوود، انا كنت بتفرج. ومين اللي وزع على كده؟ اللي وزع على كده سونيا، اصل سونيا كانت عايزه تتهم منك باي طريقه. وانت وداوود منين؟ انا بلا فخر من الملجا، انما داوود ما نعرفش اصله منين. ده عشان تفتكرني. وبقول لابن الشيطان التاني اني هعرف انتقم منه ازاي. ماشي يا فرحان. حاضر. بتعمل ايه يا موكوس؟ مش عارفين ايمان مديحه، الله يخرب بيوتكم. يا ولاد حتتنا يا جدعان، اي حد يغطني بقطنه وبنطلون الله يخليكم، يخرب بيت المزاج. الحق يا داوود، الحق يا داوود، الحق. ايه واد مال؟ دم بغير من حتى ده يخرب بيتك. مين اللي عمل معاك كده؟ صابرين. صابرين؟ ايوه، وحلفت لازم تنتقم منك ومن سوني. مين اللي قال لها؟ انا. حمار، طول عمرك حمار. حمار ايه يعني؟ كنت عايز اكذب اغير ضميري؟ البت دي بقت خطر علينا. والعمل لازم نمشيها من الميدان. تمشيها من الميدان؟ طب ابوها وبيومي وجلال وصلاح، دول كتير قوي، انت ناسي صلاح بالذات. هي الاول هتعمل ايه؟ يلا بينا نروح لسونيا الاول. سونيا سونيا. ارجو استعجال التقرير الطبي والصفه التشريحيه. سيادتك تؤمر بحاجه تانيه؟ عمل التحريات اللازمه طبعا. حاضر يا فندم. كما نامر، نحن احمد حازم وكيل النائب العام بالاتي: اولا، وضع متحصلات الجريمه في حرس يختم في 4 مواضع. ثانيا، استدعاء كل من كان له علاقة بالمجني عليها. اتفضل يا حزام. الله، هو انت ساكن هنا يا جلال؟ لا يا بيه، دي شقة عم الحاج عدوي، وانا بقى قاعد بالمؤاخذة قاعد معاه. اصل بعد المؤاخذة بعتنا شوية يا بيه. امال فين الحاج امال؟ جوه يا بيه، اتفضل. امال فين صابرين؟ عدم المؤاخذه بيه، اصلها ما جاتش من امبارح. يعني عايز تقول انها مش موجوده؟ لو شرفك يا بيه، مش موجوده. طب لو جت خليها تجيني الاسم شويه. حاضر يا بيه، بس عدم المؤاخذه يعني عايزين نعرف ايه العباره يا بيه. مفيش حاجه يا عم الحاج، اطمن، شويه اجراءات بسيطه كده. تعرف بتوع مين دول؟ لا يا فندم. بتوع صابرين، ودي الاداه اللي استخدمت في قتل سونيا. مش ممكن يا فندم، صابرين لا يمكن تقتل. ما سالتكش قتلت ولا لا، بسالك دول بتوع صابرين ولا لا؟ لا يا فندم، مش بتاعها. ابوها اكد انه بتاعها. معرفش. شفت ده قبل كده؟ ده بتاع صابرين لا مؤاخذه سعاده بيه. وحكاية الاعتداء على صابرين؟ لا انا ما اعرفش حاجة، انا في حالي يا سعادة البيه. الف سلامة يا عدوي، الف سلامة، حقنا بالهنا والشفا. ها عدم المغزى يا دكتور، طمنا، هي بلا افيه الحالة ايه؟ ما اخبيش عليكم، حالته متأخرة قوي. يعني ايه يا دكتور؟ كله بأمر الله، هات له الدواء ده ولازم حد يقعد معاه. حاضر يا معلم. حاضر يا معلم. اهلا اهلا ابو صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا حول ولا قوه الا بالله، تلاقيك يا ولده مهدود حيلك. ايه الاخبار؟ مفيش فايده يا معلم. برضه مفيش فايده.
لا حول ولا قوة إلا بالله. خسرو تشرب شاي الشاي الشداد؟ إيه؟ شاي الشاي الشداد. ماشي. هلا يا جلجل. أعمل إيه يا معلمي؟ شاي الشاي الشداد يا هلا. أنا يا معلمي. السلام عليكم يا رجالة. أهلا حصول. أهلا روح روح حصول. أهلا أهلا بيك. كيف الأحوال؟ بقول لك إيه؟ تشرب شاي الشاي الشداد؟ يدوم العز يا معلم. جلجل. ايوه معلمي. شايتين شاي شداد اهلا. اهلا 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 حصول. يا صبري لسه ما ظهرتش يا معلم. قول له يا صلاح هنط عليها الدنيا مفيش فايده. امال ابوها عامل ايه دلوقتي؟ ايه شده وتزول يا عدوي. انا جرى انا جلجل. ايوه معلم. فين شايشين الشاي اهلا؟ جاهز مش شاي يا معلمي. الشاي يا جماعه صابرين من مصلحتها تسلم نفسها عشان كل مدى العقوبه بتزيد عليها. لا اله الا الله. حتى لو كانت بريئه؟ حتى لو كانت بريئه. انا متاكد انها بريئه. وانا كمان يا هندسه متاكد. وانا كمان. ايه مسكينه صابرين والله ما كانت تستاهل البهدله دي كلها. كبير قوي. ما هو عشان كده انا حطيته في دماغي. وانا زيك. هنعمل بيه مشاريع كبيره قوي. وانا زيك. طب مزه يلا يا بت اعمل لك يا متوية يا بت. خد وبعدين والنبي انت صعبانه علي. كتر خيرك يا شربات. يا ريت يا اختي كان بايدي حاجه اي حاجه ونقدر اعملها لك. ما يقدر على القدره غير ربنا. كفايه يا وديده يا اختي والنبي انت بتقطعي قلبي. يا ترى اعمل ايه يابا؟ ما فاقش من صدمتي الاولانيه الا لما جبت له مصيبه تانية. الهي ربنا يبتليهم بجرب ولاد الحرام اللي اذوكي. يا رب اشفيلي اول حرام يتعذب بسببي ده ملوش ذنب باللي حصل. وانت كمان مالكيش ذنب. بقول لك يا بت وديدة اسمعي ايه رايك في اللي يخليك تزور ابوكي وتشوفيه وتطمني عليه كمان؟ امتى وازاي؟ امتى دي بمشيئه الرحمن ودلوقتي دلوقتي حالا. انا هقول لك ازاي. يلا بينا. ازاي تفاصيل يلا اوعى كده خليك جدع عمار. يلا وديدة تعالي معانا. يلا يلا اهلا وسهلا. اهلا يا بهوات. اهلا شرفتوا الحته. اهلا سعاده البيه. اهلا وسهلا. الحاج عدوي ازاي دلوقتي عامل ايه؟ الحقيقه البيه المامور عايز يطمن عليه. الحمد لله صحته اتحسنت شويه بس برضه غياب صابرين وكونها لا حس ولا خبر ده مأثر فيه شويه يعني. الحقيقه انا جاي مخصوص عشان خاطر ازوره هو شخصيا مش عشان القضيه يعني. اهلا وسهلا. هو نزل المحل النهارده تقدروا تفضلوا. اتفضل اتفضل يا فندم. السلام عليكم يا حاج. الهواد جاي لك. اتفضل.
خبر اسود. حصل ايه في ايه؟ الحرم نغمه. نغمه ايه؟ بوليس يعني؟ ايوه. طب اقول لك ايه؟ حط الغلا ده فوق ظهرك وكبي وشك في الارض، اوعى حد يشوفك خالص، خش على ابوك على طول. طيب يلا قدامي. بقول لك ايه؟ الولد اللي اسمه صلاح ده فين؟ هنا. الو دكتور بهجت، صباح الخير. في عندنا هنا واحد مجنون وبعد عنك عنده الخفيف، يا ريت تبعت حد وياخده. نعم متشكرين يا دكتور، ربنا ما يحرمنا منك. شكرا. هو ده، يبقى كده خلصنا من سونيا وبعديها صبرين والاخ درغام هيحصله. ما تقاطعش. صبرين وحق كتاب الله ما عملت حاجه غلط، حتى لو اني خدروني وفي الدنيا اتهموني ظلم. يا حول الله يا ربي. سرقوا مني شرفي غدري اه، لكن حتى وانا مجروحه عمري ما عملت حاجه غلط. زين شرفك يا ابو. لا يا ابو لا، دموعك غالي عليا قوي، لكن وحياتك انت لدفعهم الثمن غالي. غالي قوي يا سيدي المعلمين، غالي قوي. سامحيني يا بنت. انا كمان يعني وقت ظلمتك فيه، لكن الحق لازم يجي بيوم ويبقى. ايه يا بت؟ قلت لك انا ميكانيك سيارات مش عربيات كارو. استغفر الله العظيم يا رب، هو حد قال لك حاجه غير كده؟ اما انك عجيب قوي يا اخي. ايه بقى؟ عندك عجله نايمه ولا حمار عايز سليل؟ خفيف قوي. لا يا اخوي، عايز اقول لك كلمتين، ما تبقاش طلبت معايا كده تاني. حاضر هسمع. عايز ايه؟ ما ينفعش، لا فيني ودنك. عايز ايه بالظبط يا بت؟ عاوز ايه بالظبط؟ قلت لك وطي صوتك، الحته ملغمه مخبرين. حق عليا يعني؟ هات ودنك بقى. ايه؟ او النعمه. مش معقول. اسمع بس كلامي كده واتكل انت على الله. يلا بقى. عدي في العربيه ساعه، تقولش بي ام اخس دابلو. وايه دي؟ هاش لازمه دي خالص. صراحة أنا ما تقوليش حاجة، أنا متأكد أقسم بالعشر إنك بريئة. بس التهمة نفسها البوليس ما بيفوتوش حاجة، القانون اللي بتعمل هو برضو اللي هيبرئك. أنا اللي لازم أجيب المجرم لأني عارفاه كويس. هو مين؟ داوود. وصوصة هو دليل براءتي، لأنه اعترف لي إن المجرم يبقى داوود. داوود هو اللي اعتدى علي واللي وزته على كده سونيا، وضروري اختلفوا مع بعض، قتلها داوود. وين الابلسه؟ يا عالم مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون، مش ممنون. امتى بقى داوود بيه؟ الله اتقل امال يا معلم عباس. البيت وبعتهولك برخص التراب ولسه عايزنا اصبر. كل شيء ده اوان يا عباس، اصل سوسه محوط عليها شويه. ان كان على سوسه نرضيه. بكام؟ اصل الحبايب تمنهم غلي قوي. بكام؟ باللي تؤمر بيه. ماشي، وقال على راي المثل، عدوك بقرش وحبيبك ما يتقلش. وعجبي في شبه من ابو دراع. ساره ان احنا لازم نرجع الكباريه تاني. عجبتك العوامه؟ فرش العوامه. وانت بقى ساكنه هنا؟ مين قال كده؟ لا يا حبيبي، ده مكان خاص ما يعرفوش غير الناس التقال الدفيعة. يعني ايه؟ وانا كمان من الضفيعة؟ لا يا اخوي ما تخافش، انت قطاع خاص. خاص؟ بمين؟ خاص بيا يا اخوي. وسوسة
يوه ما تفكرنيش بيه، ده فرض نفسه عليا. عمل لي خدمة عايز يشتريني بيها العمر كله. ايوه بس انا اخاف عليك منه. ما تخافش يا روحي، طول ما انت جنبي انا مش خايف. قشطة عليا النعمة. خليك لابسها، راحتها وحشة. ايه عملت ايه في موضوع العربيات؟ اديني على اخر جهدي. اصل انت عارف ان الفلوس دي من دم قلبنا. ايه انتوا شاكين في حاجه؟ لا لا سمح الله، بس الفلوس دي لو في بنك كانت عملت لها قرشين. تحبوا تاخدوا فلوسكم وتريحوني؟ ايه قلتوا ايه؟ قلنا لا اله الا الله. يبقى خلاص، اول ما العربيات توصل بورسعيد كل واحد فيكم هياخد فلوسه وفوقيها باصة. المهم هتوصل امتى؟ هو انا اللي سايق المركب؟ تشربوا حاجة باردة؟ لا. يبقى خلاص كل واحد فيكم يتوكل على الله يشوف شغله عشان احنا كمان نشوف اشغالنا. بالسلامة بقى. كده؟ طب انا هتصرف معاك، يلا بينا يا سعيد. الو. اه يا سوسه يخرب بيتك، انت فين يا واد؟ وانا شوف لي صافي بسرعه، عباس وسعيد مطلعين عينيا. بقول لك عرفني اله يخرب بيتهم وبيتك. ايه اللي اخرك يا ست صافي؟ سوسه قول عايزه وخلصني، انا مش فاضياله. مش قوي كده، بالراحه علينا شويه. تحب اجيب لك حاجه تشربيها ولا تشربي من البحر؟ سلام احنا التاريه. قول عيدي وخلص. لكن يا صافي انا ما عدتش طايق، انا تعبان، عايز ارسم معاكي على بر. قصدك يا حبيبي يا نبيه هو كده بالظبط. طب ازاي؟ ايه اللي طب ازاي؟ هو انا مش راجل ولا ايه؟ غير يا صافي حس بيا، صدقيني انا بحبك قوي، وهتلف تلفي وترجعي لي، وساعتها ابقى اطنشك بقى ولا اعمل ايه؟ صدقني انا عمري ما حبيت حد غيرك. بتتكلمي بجد؟ ايوه يا سوسه. قولي بقى كنت عايزني ليه؟ اصل بقى بصراحه عايزين قرشين من الشرقاوي. وهتعملوا بيهم ايه؟ هندورهم في السوق اوام 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 اوام. وهترجعهم له تاني طبعا. احنا يا حبيبتي اللي يخش جبنه ما يطلعش تاني. ايوه بس الشرقاوي صعب قوي في الحاجات دي. الشرقاوي صعب على نفسه، احنا لا يهمنا لا شرقاوي ولا اهلاوي ولا زملكاوي. سلام يا صافي انا بحبك قوي. تحب اوصلك؟ امال يعني هاخدك عبي؟ انا بقول يعني تاخد تاكسي عشان ما ياخدوش بالهم مننا. لا بلاش حكايه التاكسي دي، لحسن انا جتتي ما بتخلصش مني. انا بقول اركب معاكي وانزل قدام شويه مش مشكله. اركب. اركب. سلام يا معلم عباس. مرحبا. مالك؟ بتقول لي مالك وانا حالي من حالك؟ الشغلانه ضاقت قوي يا معلم، والبوتاجازات ملت البيوت. لا كم يوم يا سعيد والعربيات هتيجي وهنبقى اصحاب ادانس. ما بقلهاش، انا حطيت تحويش العمر كله في العمليه دي، حق لو طلعت فشوش ابقى انا ضعت. اوجعه صراحة. كان لازم نمشي من ساعة يا اخي. المعلم بتاعنا صعب قوي، انت عاوز تودينا في داهية؟ المهم طمني. داوود وسوسة يسهروا في كباريه وسط البلد كل ليلة. وضيفتنا في ايه؟ مؤاخذة يعني بقى بصراحة، ما تجيب من الآخر وتخلصنا. صبركم بالله عليها يا جماعة. ها؟ أنا عرفت إنهم مصاحبين بنت رقاصة هناك، بيلعبوا عليها وهي بتلعب على الاتنين، إزاي فهمت أنا ده؟ إعمل معروف يا صلاح، الوقت ضيق، وأنا ما صدقت المعلم خرجني بالعربية بدل قعدتي في مقلب الزبالة. الله، ما اسموش مقلب زبالة.
اسمه مصنع المخلفات، فهمتي؟ احنا فين ولا فين؟ مش هعطلكم. المهم داود والرقاصه بيقضوا وقت طويل قبل الكباريه في عوامه. ها؟ وعرفت مكانها؟ طبعا انا اتخفيت وقعدت جنبهم كم مره في الكباريه، لكن ما قدرتش اسمع منهم كلام غير عادي. اكيد بيقولوه في مكان تاني. فين؟ في العوامه طبعا. وهتعمل ايه؟ هشوف حته استخبى فيها من غير ما يحسوا بيا. وتفتكر ده هيفيد بحاجه؟ ان شاء الله. واذا ظهرت حاجه مهمه هتلاقيني طبيت عليكم في مقلب الزباله. ما هو الناس مصنع مخلفات. الله، هتبقى انت و جمع الشمل اولى بناسه. يا اهل المروعه اتجمعوا واسقوا الشيطان من كاسه. التشت قال لي التشت. الله الله الله، مالك؟ في ايه؟ مالك يا صابرين يا اخت؟ انت مش بنشوف يا ابوكي دلوقتي كل يوم؟ ايوه صحيح، يبقى ليه التكشيره اللي على وشك دي دايما؟ المهنه اللي انا فيها تعبان، الناس بتبعد عن الوساخه وانا مستخبيه جواها. الله 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 الله، على انما الوساخه اللي هنا انضف من الوساخه اللي بره. المهم ان احنا قلوبنا نضيف. صعبان عليا اشوف نفسي متكومه في الضلمه والمجرم الحقيقي عايش وسط النور. الحق مصيره هيبان والميه ترجع لمجاريها. جميل انت، ولا يهمك، وقت ما يقول الاوان شاور انت بصبعك بس. صح، وهتلاقينا كلنا معاك ايد واحده. لا لا، كتر الف خيركم. مش عارفه اقول لكم ايه. انت لا تقولي ولا تعيدي عليا الطلاق، انت منوره مصنع المخلفات كله. ما تخافش. ولا جلجل. ايوه معلمي. اقفل باب القهوه علينا وما تخليش اي حد يخش، اصل احنا عندنا عدم المؤاخذه اجتماع مغلق. اغلق الباب. اوامرك يا معلمي. اهلا اهلا يا سعيد. مرحبا يا عباس. شفت يا ابو صلاح؟ اخيرا رجعوا لعشهم تاني. ملوش لزوم العتاب يا معلم، خلونا في المفيد. اصل بلا افيه من يوم ما طب علينا الاتنين المعفنين دول وحتتنا حينا باب النصر ورجالته طقشوا في بعضيهم. والمثل اهو، المعلم سعيد والمعلم عباس عدم المؤاخذه قلبوا على ولاد حتتهم لحمهم ودمهم وراحوا في صف العالم اللي لا ليهم لا اصل ولا مله. وادي النتيجه، ادي النتيجه، اكلوهم لحم لحم ورموهم عدم المؤاخذه عظم عظم. اللي فات مات يا معلم بيومي. لا يا معلم عباس، لو اللي فات مات صحيح يبقى لازم نحييه، بس ازاي؟ عندك حق يا ابو صلاح، لو اللي فات مات يبقى ده حق انا وسعيد. هو انتوا بس ده لسه، شوفوا بقى الدور اللي جاي على مين. يا عالم يا عالم، انا مش عارف ولاد الكلب دول جولنا منين. قتلوا سوني يا معلمي. وقتلوا صابرين بالحياه، خدوا شقه عمري. خلونا في المفيد. وايه المفيد؟ نجيب منهم فلوسكم ونجيب البراءه لصابرين. ونسيتوا درغام. يا دي الدر والغم اللي انت فيه، جبنا سيره الدر غم تاني؟ درغام يستاهل اللي جراله. وحتى لو طاب هيرجع يلاقي حاله منبوه، هيرجع يتجنن تاني. طب والحل ايه؟ عمر المشكلة ما هتتحل الا اذا بينا كلنا، كلنا نبقى ايد واحدة. ينصر دينك. صح يا ابو صلاح، ما هو اصل عدم المؤاخذة ايد واحدة ما تسقفش. ايديكوا يا رجالة. نعم يا اختي. يا ايه بتقولي نعم يا اختي؟ بتقول لك عايزه التليفون، عاوزين نتكلم في البتاع ده. امشي يا بنت، انت هو بلاش. انا عايز اقول سيبهم يا ريس، سيبهم سيبهم دول معايا. واجب اطلب لك النمره وانت تكلميه. ها ما بلاش، انا احسن يعرف اسمي. ده اسمه سوسه وهو سوس. حتى انا عارف صوتك، مفيش داعي تكلميه، انا بقى اللي هكلمه، مفيش دعوه. عارفه هتقولي لي وين؟ اه طب ما تخافش عليه، دي 10 على 10. تعالى. ايه هلا عننا خلاص خلاص. حد فيكم برن؟ الو الو، لو سمحت انا عايز اكلم الاستاذ سوسه بيه، ممكن؟ ها تقول له مين؟ قول له واحده. ايه واحده؟ ايه يا اخويا؟ واحده ونص وخمسه يعني واحده. قول له خالته. ايوه خالته، روح خالته. لحظه سوسه. ايوه داوود. انت بتغشني؟ اغشك؟ اغشك في ايه؟ ولا انت ليك اهل؟ يا نهار اسود،
انت بتشك فيا؟ انا ليه اهل ان شاء الله اطفحهم. ما انت عارف يا داوود انا مولود شيطاني. شيطاني؟ ماشي خد اتكلم. ايه؟ اتكلم مين؟ خالتك. خالتي؟ لا يا اخويا انا مش خالتك ولا اعرف امك كمان. ايه؟ اسمعني بس انا عاوز اقول لك حاجه مهمه. عاوز اقول لسيادتك ان انت طلعت قفل ولا مؤاخذه. اصل اللي اسمه داوود، داوود مش عارفه؟ بيستغفلك، بيستحمرك بالعربي كده. بيلعب من ورا ظهرك مع البنت اللي اسمها صافي، مش عارف صافي؟ بيخونوك يلا. اه في العوامه. بيتفقوا هناك من ورا ظهرك على كل حاجه هودوك في داهيه ان شاء الله ما تقطعش. ايه؟ العنوان 10 شارع النيل بمبابه. خلاص؟ بمبابه. سلام يا ذبابه. حق المكالمة يا هواد. ايه خلاص سيبك انت. ايه المكالمة دي؟ خلاص اوعى كده اهو. اهي احنا عملنا مكالمة؟ وادي الزبالة. خير يا حلاوة. كلام ايه ده؟ مرضيش؟ مرضيش يعني ايه؟ بيقول ما عندوش. الشرقاوي ما عندوش؟ ده ابن كلب، ده كل يوم بيروح من الكباريج واخد فلوس زكايب زكايب على قلبه. واعي قوي الراجل ده، تصور ان الفلوس دي بياخدها كل يوم بالليل على البيت عنده، والصبح طيران على البنك يوردها. اصله بيخاف من الحراميه. قلت ايه؟ بيخاف من الحراميه. بيخاف من الحرامية؟ اه امال بيعمل كده ليه؟ ده انت عليكي افكار. افكار ايه؟ وانا قلت حاجة؟ طبعا قلت. انت مش قلت ان هو بيخاف من الحرامية؟ اي خلاص نبعت له اللي بيخاف منهم يا اشوطون. يا حياة قلبي انت مش عادي مش عادي، وعشان كده انا بموت فيك. ولسه هتموتي هتموتي اكتر واكتر يا حبيبي. على النعمه. اشطة حرامتك حرامتك حرامتك. صلى على النبي عليك انت يا ابيض. عليا النعمه من ساعه التكشيره ما راحت من على خلقتك وبانت حلاوتك على اصلها. خبر اسود ومنيل يا بنت انت حلوه قوي. يو دي مصيبه سودا. اه افرض البت دي استحمت حلاوتها هتبقى ازاي؟ كتر خيرك يا شربات. انا مش عارفه من غيرك كنت هعمل ايه؟ هرد لك جمالك دي كلها ازاي؟ شوفي بقى الجميل الوحيد اللي تعمليه فينا اوعاكي تفشري تاني ابدا. اخش عليه بس الحمد لله. ابويا وصحته كل يوم بتتحسن الحمد لله. وصلاح واقف جنبي وما تخليش عني في محنتي. يبقى اخش عليه. علشان البوليس بيدور عليا يعني؟ طب عليا النعمه يوم ما لاقي ابويا شد حيله وقدر يخدم نفسه لا سلم نفسي من البوليس ان شاء الله حتى يشنقون بعد الشر. وليه ما تقوليش انه عايز ينصرفك وينجيكي والظالم هو اللي اتشنق. اسمع من بقك يا رب. ايه كنت لما اشوف جو يا جو يا حلو يا حلو. طلع النبي ايه الطقس الهوا يعني؟ ان شاء الله تاخدي هوا اخلص مني. الهوا يا بنت قومي تلحلحي شوفيه. هقوم فين؟ تقومي فين؟ الله الهوا جه طاير ومستني الحبايب. قصدك ايه يا شربه؟ قصدي ايه؟ اللي بالي بالك. صلاح يا اختي وعدنا يا رب. وعدنا ازاي بعمرك ده؟ ها؟ معذرنا دي وعدنا ازاي؟ ما تقول لك على وشك. جابه دلوقتي. انا اقوم اشوف عاوز ايه. اتكل على الله. صلاح ايه اللي جاب؟ احنا مش اتفقنا ما تجيش غير لحاجه مهمه. مفيش حاجه في حياتي اهم منك يا صابرين. كل حاجه حلوه في حياتي ضاعت حتى سمعتي في الحي. انت اغلى من عمري كله صابرين. انا هروح للبوليس واعترف انني اللي قتلت سونيا عشان اخلصك. تبقى مجنون بعين العقل. وقبل ما اعترف للبوليس لازم اغسل شرفك من اللي لوثه. هقتل داوود وهقتل سوزة بإيديا دول. يا لوكي العزوزة الحقيقة يا شربات. ايه مد ايده عليكي. صلاح عاوز يجيب لي نفسه مصيبة. ايه هيعمل ايه؟
تعال مروق كده مار. خد ان شاء الله ربنا هينصركوا. امسك يا ابني وان شاء الله نادرين عليهم ربنا ينصركوا. هستحمى. اشرب بقى امال روق. خد شكرا يا شربات. ماليش نفس. قال ايه؟ عاوز زيت الداوود وسوسه. يا لهوي تضيع شبابك في دوده وسوسه. العالم اللي زي ديت خساره فيها شبابك. اقول لك الحل الوحيد الناس دي احنا نخطفها وندفنهم بالحياه وسط الزباله لان الناس دي اصلا زباله. اشرب. نخطفهم؟ اه نخطفهم كده بقى. مش معقول. وكمان الطريقه دي ما بقتش كويسه. الله معقوله؟ ريحنا بقى يا سي داوود. ادينا عقد نافع من المعروف. زمان كنتوا بتعدوا عليا كل يوم دلوقتي بقت كل ساعه. ايه الحكايه؟ اديهم حقهم يا جدع. رجع لهم فلوسهم ويا دار ما دخلك شر. شر؟ والبضاعه اللي انا بعت اجيبها العربيات اعمل فيها ايه لما توصل؟ الحسها؟ لا اركبها. مالهم هم ومال بضاعتك؟ ده عدم المؤاخذه بضاعته لب وحمص وسداني. وده بلا قافيه بضاعته جاز. مالهم هم ومال عربياتك؟ وانت جايبينك ايه؟ افاكاتو ولا افا بس؟ ها افا بس؟ افاكاتو افا بس افا يقمر عيش. انا هنا بالنسبه لهم كل حاجه. ده اذا كان عاجبك. الله ده رأيي يا جدع. انت فاهم ان انا نصبت عليهم ولا ايه؟ تحب اوريهم اذونات الاستيراد؟ حلو وريهم. طب مش هوريهم بقى بالعند فين؟ الله مش معايا. امال فين؟ في مكتب الشحن يا بيوم افندي. انا ما اسميش بيوم افندي، اسم المعلم بيوم افندي. انت فعلا معلم بس من رجليه. مش من رجليا بس، انا معلم من رجليا لشعر راسك. رجاله نتاكد من مكتب الشحن. لو اتاكدنا نصبر شوية. مظبوط بس ما ينضحكش علينا. اديهم ميعاد محدد، ميعاد ثابت. ما اضمنش. اخ تبقى نصاب ابن نصابة. وبعدين بقى احنا هنلبخ. روحوا اشتكون. معاكم ورق؟ معاكم عقود؟ ابقوا قابلوني. ده احنا واثقين فيك يا داوود. اسمع اللي ياكل ناكل زمارة رقبته. هي عافية. عافية ايه يا ابو عافية؟ احنا قدها ودود يالا. بقول لك ايه؟ انت كذاب زفه. كذاب زفه؟ انا سيد المعلمين يا جدعان. يا جدعان يا جدعان لا مفيش داعي للخناقه ده. مش كده يا ناس. الله يا جدعان بس هتتخانقوا على ايه؟ ادونا فرصه اسبوع بس ولو البضاعه ما جاتش ابقوا خدوا فلوسكم. تتعهد بكده يا سوس؟ اتعهد يا عم بيومي واحلف بشرفي. خلاص بقى ما دام حلف بشرفه يبقوا هتاخدوا فلوسكم. بشرفه؟ ماشي. خلينا مع شرفه، قصدي مع الكذاب لغايه باب الدار. بينا رجاله. بقول لك بينا رجاله. بقى دول رجاله دول؟ ممكن يبقوا رجاله. ممكن. ولا يا سوسه؟ ايه؟ طلعت معلم فضيتها بكلمه. لا وكذب. اعمل لك ايه يا داوود؟ ما انت ابتديت تتهور وهتخش في سكه مش هي. تقصد ايه؟ افهم يا داوود، احنا الا وهم كتار. اذا فهموا مره واحده واتحدوا هيوقعونا علقه. وعلى راي المثل كتره تغلب الشجاعه. جرايه يا سوسه، انت هتعلمني الفلسفه؟ لا فلسفه ولا حاجه. انما انت ما قلتليش ايه حكايه الشغل بتاع الليله دي؟ لا ابدا، ده شوية بيزنس مع الشرقاوي صاحب الكباريه. وما قلتليش ليه؟ ما انا كنت هقول لك يا سوس. طبعا. وانت لازم تقول لي. ولا انت ناوي تشتغل لوحدك؟ ولا نسيت ان انا شريكك؟ جرى ايه يا سوس؟ جرى ايه؟ انت شايل مني ولا ايه؟ وحشيل منك ليه؟ هو انت عملت حاجه تزعل؟ عمري ما انت عارف انا اخويا وصاحب صاحبي. وانا زيك. طمنتني. على اذنك يا صاحبي. على فين؟ هطلع بره اشم شويه هوا نضيف يمكن مناخيري تسلك. تسلك ليه؟ بلاعه. ادعيلنا يا صلاح. ربنا معانا. اه لو فكرتك تنجح. المهم بعد ما نخطفه نعرف ازاي نقرره. اسمعي أنا هبقى أفوت عليكم كل ليلة،
افرض ما رضيش ايه؟ ربنا يلهمنا بحل تاني. بس دي تشريفه زباله قوي. مساء الخير يا حمار. اضطرينا نقويه حنوتك يا مصدي قتلتوه ورمينا جثته في الصحراء روحنا بداهيه لا احنا بداهيه ولا حاجه بالعكس كده يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر واحد خدوا يا رجاله خدوا اتبسطوا يخرب بيت ابوكم خد يا اقنع تسكر يا معلمة خد يا عجل تسكرين يا معلمة وانت كمان يا حمار هتروح تاكل مش تاكل ايه يا معلم يلا يلا انا مش فاهمه قصدك ايه ولا حاجه كده هنخلص من سوسه هو كمان هتقتلوه لا مش احنا اللي هنقتله سوسه هيموت نسمي يعني ايه ولا حاجه معقوله يا جميل ما انتش فاهم الحكومه هي اللي هتعدمه ازاي تليفون بلاغ من مجهول يقولوا ان سوسه هو اللي قتل الشرقاوي وبس يخرب بيتك ده انت بعجوز بميت عفانيه اخنفيتي خلاص يا بت انت ويا بت وانت يا بت انت املي قفه وخلي حليب جوه طيب انا خايفه لا يصحى الليلة دي ما اظنش ده شربان لما عدمان وحتى لو صح المنديل ملفوف على بوق احيي يا خوفي لا يتخنق ما تخافيش انا كل وقت والتاني كده هطل عليه انا كنت داخل احمل رمله يا بيه لقيت القتيل ده قدامي بلغت تعرفه قبل كده لا يا بيه سليم فرج الشرقاوي ها اخباركم ايه ما بقاش في البيت دورنا عليه في كل حته ملوش اي اثر مش هتلاقيه
مش هتلاقيه ابدا يا داوود. غلطان يا اسطى. كفاياك خباسه ولقم. انا عارف انك بتدور على سوسه، لكن اطمن مش هتلاقيه ابدا. غلطان يا اسطى. اسم المهندس صلاح. برضه اسطى. انا بدور عليه عشان اساعد الحكومه واسلمه ليهم خدمه مجانيه. تساعد الحكومه؟ امال تفتكر ان هم النهارده في المباحث استدعوني ليه؟ تبلغت النتايج؟ ابدا وغلاوتك. بس انا عرفت ان هو قتل قتيل وبيسالوا عليه. عايز تسال عن حاجه تانيه؟ اتفضل اسال يا ابن اللئيمه. ليه بقى الغلط ده بقى؟ انت بتسال وانا برد عليه. في حاجه تانيه؟ ايوه فيه. ايه؟ بس مش هقولك دلوقتي يا داود، تعرف كل حاجة في وقتها. انت يا داود يا نجم يا نجم. يبقى هو اللي قتل الشرقاوي. هي دي العملية بتاعت امبارح، قتل الشرقاوي وعايز يتهمنا انا بقتله. شرقاوي مين يا هات؟ شرقاوي مين؟ شرقاوي سعادة البيه، شرقاوي الراجل ابو شعر ابيض العرة ده. ياني بقيت زي يا سوس، احنا الاتنين بيدور علينا البوليس. انا متهمة بقتل سونيا وانت متهم بقتل الشرقاوي. لا لا، بس انا ما قتلتش الشرقاوي. ما انا نايم معاكم من ليله امبارح في الزباله زي الخنازير بالظبط، وانتوا طبعا هتشهدوا بكده. ومين قال لك ان انا هنشهد بكده؟ جيت الحقيقه هو ما حدش قال لي، انما شكلكم ناس طيبين ونضاف ومش هيخلصكم روح في الكازوزه. لا يا شيخ، يا سوسه يا ابن السوسه. إيه؟ ما انت كمان كنت هتسيبها تروح في الكازوزه، لما انت عارف ان صابرين بريئه. ما شهدتش معاها ليه؟ ما شهدتش معاها ليه؟ ايوه يعني مش صابرين اللي قتلت سونيا؟ رد يا ولد على سعادة المهندس يا ولد. المهندس مين؟ أنا عارفه في الحارة ده ميكانيكي. لا يا سعادة البيه، لا مش هي اللي قتلت سونيا. اللي قتل سونيا داوود، واللي قتل الشرقاوي داوود برضه. يخرب بيتك يا داوود. تشهد بكده في النيابة؟ قول يا قول بغير من الحتة دي يخرب بيتك. أنت اتكلم. بصوا بقى، أنا أروح النيابة وأشهد، وأنتوا تطلعوا براء، وكلكم تشهدوا معايا، وأنا كمان أطلع براء. إيه؟ قلتوا إيه؟ كذاب. كذاب ومحدش هيصدقه. معقوله يصدق واحد اسمه سوسه؟ البوليس اللي هيقرر اذا كان سوسه كذاب ولا صادق. ما تفهمني يا جدعان، انت عايز مني ايه بالظبط؟ الفلوس اللي خدتها من سعيد وعباس، 12000 جنيه بالتمام والكمال. بقول لك ايه؟ المبلغ مش عندي. مطرح ما تحط راسك حط رجليك. يبقى اسلم سوسه للبوليس. طب انا بقى ايه يضمن لي ان انا لو سلمتك الفلوس هتسلمني سوسة؟ كلمتي هي الضمان. طمنتني يا اخويا، كلمتك هي الضمان. معقول بقى انت معقول هتسلمهولي وانت عارف ان انا لو مسكته هقتله؟ وايه يعني؟ كلب وراح. هو من ناحية كلب هو فعلا كلب، بس برضو انا مش مطمن. طبعا، لأن طول عمرك ما تعودتش تتعامل بشرف. سوسة طول عمره شريكي وصاحبي، لا يمكن يخوني. أنت طول عمرك بتتعامل بالخيانة. ولا برضه هيصدقني ويكذبك. خلاصة الكلام، تسلمني فلوس الناس أسلمك صاحبك، وأنت وهو تغوروا من هنا. ما تشوفش وشكوا هنا تاني أبدا. نمشي من هنا ده إيه؟ واللي لينا هنا؟ مالكمش حاجة هنا. ها؟ كل شيء حطيت ايدكم عليه يرجع لاصحابه. دي شروطي عشان اسلمك صاحبك. وانا موافق. اديني ساعتين عشان اجهز لك الفلوس. سلم واستلم. حدد انت مكان التسليم اللي يعجبك. قلت ايه؟ هو عاد فيها ولا بقى؟ اتفقنا. أنا عايزك تسامحيني يا صبري. أسامحك على إيه ولا على إيه؟ الظلم اللي وقع عليا خلاني أحس وأعرف أنت قد إيه اتعذبت. محدش يحس بالظلم غير اللي حس بمراره. يلا يلا بنت، يا بنت شيل التانية حضر موقف العربية. شوف ده غير من الحتة دي يخرب بيوتكم. طب حد يفتح الباب. حد
الفلوس معاك؟ وانت الأمانة معاك؟ أشوف الفلوس الأول. ماشي. مش من حق اشوف انا كمان ولا ايه؟ سلمني اسلمك. يسلم سلموني. خليها تقرب. لو عايز صاحبك تعالى خد. صابرين فك صاحبي وخليه يجيني هنا ماشي على رجليه. كنت واثق انك مش هتحافظ على كلمة الشرف. اسف يا عزيزي، الشرف دوت عملة ما بستعملهاش. يلا يا صابرين فك سنوسة يا اختي. داود انت هتضرب يخرب بيتك. عيب يا داود، ده انا صاحبك. انا ماليش صحاب، صاحبي مصلحتي. وانا خلاص يا سوسه ما عدليش مصلحه معاك. صاحبي ده ندل قوي وانا زيه. قبل ما تقتلوا الرجاله بلاش انت يا صلاح، بلاش لا تموت قبليهم. والناس لازم في يوم ينضر.